انا ساعة قاعد اجرب هنا شفت يقلع ام ليس هنا سوف اساعدك هذا بالماء الخضراء سوف تجد فتحة. السلام عليكم جبتكم مقطع جديد اليوم معي دحوم راح نلعب ماب اصبر اول شيء خلينا نعرف دحوم هلا اليوم راح نلعب ماب اول ماب العبه عربي بالكامل كل شيء مكتوب بالعربي كل شيء يعني مثل ما تشوفون هنا اسم الماب الهروب من الغرفة ماب عربي كامل المستوى المتوسط صنع بواسطة اي دريفكس اللي هو قد سوى ماب اي دريفكس واي روزكس او شيء زي كذا فالماب باذن الله يكون رهيب ماب هروب فماب سكيب شيء زي كذا ان شاء الله يكون رهيب شوف كيف ادحهم بالله شوف اذا عجبك الماب قم بدعمنا كود لايتم شوب شفت شلون صنع الماب بواسطة اي روزكس معه واي سعودي هذا شيء واحد جديد اهلا بك في ماب الهروب من الغرفة طيب والله تصميم رهيب اوكي خلونا نبدا الماب متحمس الماب احس انه بيطلع رهيب لان انا احب العب المابات العربيه اللي فيها ابداع لعبت 6 و7 وواحد منها اللي كان عادي والباقي كانت حلوه مره بعد تخط المراحل اللي هو سكيب صح يب المرحله الاولى شوف كيف يا اخي رهيب العربي حاطين 2 تشيك بوينت خلاص ادراها بس كذا نطب نهرب بس ها اوكي اصبر فوت تلميح اذهب للاسفل تعال هنا اما حلو حاط تلميح اوه في 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 فخ ثاني يلعب عليك صح؟ يب اوكي طيب وين نروح الحين؟ ارقى فوق ولا انزل تحت ولا احنا فين؟ ما في شيء تحت هنا حلو يا ساتر يا رب الا صدقني هناك بس ما ادري في 4 فخ تحت ما في شيء ما اتوقع في شيء ما يمديك تروح صح؟ صدقني في حركه مثلا يمديك تدخل في واحده من الفخاخ او شيء زي كذا وش ذا؟ يمديني ادخل هنا؟ وين؟ وات؟ تعال انا ساعه قاعد اجرب شفت؟ يقلع ام ليس هنا سوف اساعدك هذا بالماء الخضراء سوف تجد فتحه ها؟ الماء الخضراء؟ والله العظيم اني ذكي يا اخي وش الماء الاخضر؟ كذا يعني هذا اللي قدامك هذا اللي هنا تحت اي ايوه اوه دام اوكي عمل جيد طيب لقد وصلت للنهايه لكي تنتقل للمرحله الثانيه يجب ان تجد الباب الصحيح اصبر هنا هذا في شيء من هنا اصبر لا مو هذا not this one مو هو هذا تأكد إيه في شيء تحت رح هو شيء ثاني أوكي مرحلة ثانية كفو المشكلة ما عندي كم مرحلة هنا قلعة أوكي هنا وشو هذه فيك يعني الله تنش في الباركور ما عندك ترقى أتوقع الباركور لوين أوكي ما اتوقع انه كذا ولا الا شوف الباركور لين فوق في باب هنا تعال اوكي ها يا اخي ما ابدا اسوي شيء يا اخي مطي وصلوا امه شكله اصبر شكلك تدخل جوا هذه شوف يا هذه يا في اوكي واحد يعني باركور الوضع هنا اوكي للاسف ليس هنا سوف اساعدك الحل في احدى النوافذ الموجوده في القلعه تحت يعني في القلعه اللي تحت جرب ادخل في الاخضر وراك سلوم يمديك اصبر انا بيت هنا في جدار مخفي لا هنا في جدار مخفي القلعه هذه هي اوكي لقد ساعدتك في الحل لماذا لا تثق بي ثواني روح كذا اوكي القلعة هنا عندي 2 امكانين في عندك نوافذ في نوافذ كثير هنا المشكلة في فخوخ ما ادري اوه طيب حلو ما توصلني صح؟ كيف دخلت؟ الشموع اللي برا هذا ما توصلني طيب شو الحل؟ كيف هناك اخر شيء؟ ابغاك تطيح في الفخ يا اخي صح طيب طريق طيب البونصر بونصر وراك ما يوصل اوكي ارجع يعني اكيد انه في الجهه الثانيه
ما يمديك تروح النواحي. في فخ في فخ انت في فخ. لا لا. هذه. عندك يمين؟ انا شايف الدريش انا. النافذة هذه. اول واحدة. هذا هذه. في فخ في فخ انت في فخ في فخ هذه. لا داري بس بجربها. ابغى اجربها اتوقع انها هي. دخلت؟ لا والله مو هي. لا مو هي. ما عندك تسوي شيء، ما عندك تسوي شيء هنا. دقيقة. حلو. ايوه. لا اوكي اتوقع انه هنا، اتوقع مليون بالمية انه هنا. على طول ارجع لهذه بعدين شو اسمه الكفر. الكفر اروح لقدامه. يب، بعدين اروح للعشب هذه، اتوقع انه هي. لاني قلت لك اصلا من البداية ان اتوقع انه هي. هي. ثلاثة. في ابخاخ تعال. انت اوكي. ذبحني. وات؟ تأمر طقطق يا شيخ. تعال. وين رحت معي انت؟ شيت. وش؟ هنا يمين؟ تعال قدام. انت دخلت فيها تقول لا. انا دخلت هنا. اي اقرا المكتوب قدام، ليس هنا. طلعت، شوف ايش مكتوب هنا. تلميح خلفك. هنا. يا ساتر. مخفي اكيد. ترقى هنا، ترقى هنا اتوقع. انا ترقى على هذه. خليني اشوف اصلا في شيء. اوه. وات؟ قلت لك في شيء مخفي بس وين ما ادري. في كفر، في كفر هنا. وينه؟ كيف الزاوية؟ اح. وات ذا هيك؟ ديم. كل هذه راحت كذا بس. الله يا حسنه. طيب ساتر. شوف هذه غالبا يحطوا فيها كفرات اسوء. فتل فيل. لا ما في غلط. الريال، انت تدخل البيت انا بدخل البيت قدامك، ترى فوقك في باركور ها. يا اخي جريت بي يا اخي. اقول لك يا من الحين تحدانا في الاشب. والله. هذا. يب. طيحني تحت. طيحني تحت ذبحت. اوكي. قدرت تروح سيد هناك. انا طحت ومت. لا ما اتوقع انه هنا. لحظة في مكان هنا. انا بسوي ذا البركار اللي هنا. ها؟ وش المكان؟ عشان اشوف ايوه دحوم جبتها طيب خلاص ليفل بعد ولا يقلع ام الصدف لا ليفل تعال يقلع ام الصدف يمين بالله صدف مليون كراوت 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 تحت كراوت تحت ديم والله ما ادري شلون جبتها ديم بشكل مستحيل اوف شخصيات شكل خلاص الوضع كراوتش اوكي في رقه هنا ما في شيء هنا انت اذا شفت جدار كذا جايك شفاف اعرف انه هو عنده احس انه في العشبه هذا ما ادري ايش اوه يمكن عند الدب ثلج ذا ايوه في طريق سري هنا اوه خلصت اصبر ثاني نهيت الماب اما ثاني والله في فخوخ لا ولا شيء ادخل دور ثاني تلقى فيه كذا زبنه ورا ورا شيء كذا ايوه ديم احس هذا البيت ديم ما مره قصير بس اقسم بالله ان فكره رهيبه مره حلو خلصنا في 19 دقيقه تقريبا يعني بدايه الماب ما ادري يمكن 15 دقيقة شيء زي كذا. ف 25 مرحلة ديث رن حاط الكود حق اللي يبغى يلعب ديث رن مابه اتوقع انه هو اللي لعبته وصنع بواسطة ثلاث اشخاص هذول ما قصروا. تهانينا لقد انهيت الماب 50 مرحلة ديث رن هذا الماب ما ادري انا لعبت هذا ولا هذا اتوقع اني لعبت الثاني اللي 50 مرحلة. عموما بس هذا كان مقطع اليوم ان شاء الله مقطع عجبكم ما راح يكون في تكسس كثير. دي. بس انا لعبت مابهم 25 مرحلة. هايدرفيكس وهايدرزكس. ايه كل المستويات حاطين ايزي نورمال هارد حتى انا قلت ما ادري هل هو ما بعربي ولا لا لان جاني عن طريق تويتر فعموما بس هذا كان مقطع اليوم ان شاء الله المقطع عجبكم ما راح يكون في تكسس كثير لان الاصل المقطع قصير فان شاء الله عجبكم الماب رهيب فكره رهيبه بس ودي ان يعني ما لومه لو كذا صار الماب قصير لان الفكره صعب انه يطلع كذا فكره انك كيف تهرب من الغرفه هذا او شيء زي كذا بحركه جديده يعني كل حركه كل خمس الاشياء اللي سويناها حركه جديده
ما عدا يعني الاخيره كانت شلون اشرح لكم جايه في البيت كذا زي النازله واضحه، اما غيرها لا ما كانت واضحه ابدا. فبس هذا كان مقطع اليوم، قناه دحم في الديسكربشن، كود ماب طارق قدامك على الشاشه وموجود بالديسكربشن. اذا لكم ماب لا تنسون زر اللايك، اشتركوا القناه ما كنتم مشتركين، كود شوب اذا ودكم يعني في اسال. اشوفكم على خير، سلام.